وجودك في هذه الحياة فرصة ينبغي أن تستثمره في العمل، في الإنتاج، فيما ينفعك في الدنيا والآخرة، فيما ينفع مجتمعك، ما ينفع الناس، ما يطور الحياة. لا ينبغي للإنسان أن يتقاعس. في بعض الأحيان يكون للثقافة التي يحملها الإنسان دور في عزوفه عن النشاط الدنيوي. يحمل ثقافة معينة، هالثقافة تخليه منخفض الإنتاجية، متدني الإنتاجية في نشاطه الدنيوي. في بعض الأحيان هالثقافة، ثقافة العزوف عن الدنيا وعن الاستمتاع بطيبات الدنيا، تأخذ صبغة دينية. هذه الحالة من أجل ما ظهرت كانت عند المسيحيين. في المسيحية ظهرت الرهبانية اللي القرآن الكريم يتحدث عنها، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الرهبانية جاءت من اشتقت من الرهبة، يعني الخوف من الله. إنسان متدين يخاف من الله، كيف يتقي هذا الخوف؟ يتجه للعبادة. التوجه للعبادة والعزوف عن الدنيا أطلق عليه رهبانية. قالوا بأن الرهبانية ظهرت عند المسيحيين بعد القرن الميلادي الثالث، مو من بداية المسيحية، كانت بعد القرن الميلادي الثالث عند ظهور الإمبراطور الروماني ديسيوس. هذا الإمبراطور حارب أتباع السيد المسيح عليه السلام، حاربهم، ترصدهم، فهربوا، لجأوا إلى الجبال، لجأوا إلى الصحارى، كرد فعل على هالحالة اللي صارت تجاههم، تفرغوا للعبادة في الجبال وفي الصحارى، وتركوا مباهج الحياة. في البداية كان شيء طيب، لكن شيئا فشيئا تطورت الحالة، تحولت إلى نظرية وفكرة أن الأفضل للإنسان المتدين أن يكون عازفا عن مباهج الحياة، ما يتزوج ولا يشتغل، ويكتفي حتى بورق الأشجار وبأقل شيء، ويتفرغ فقط للعبادة ويترك الناس. وهنا حصلت الرهبانية. احنا عندنا لا رهبانية في الإسلام. الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه يسأله أخوه علي بن جعفر عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترحب في بيت لا يخرج منه؟ يقعد في بيت وما يطلع، متفرغ للعبادة. الإمام قال أبدا، لا يصلح ذلك للمسلم، لا رهبانية في الإسلام. الإسلام لا يقبل الاستغراق في القضايا العبادية والممارسات الطقوسية الشعائرية على حساب القيام بالوظائف الدنيوية. الله سبحانه وتعالى فرض على الإنسان تكاليف عبادية، ووضع له شعائر دينية، صلاة وصوم وحج وعبادة ودعاء. هذه العبادات والشعائر تذكر الإنسان بخالقه، وتعزز الإيمان والقيم في نفسه، لكنها محدودة الوقت، محدودة الجهد، كما نراه في الصلاة. الصلاة الواجبة 17 ركعة، كم دقيقة تأخذ من الإنسان في 24 ساعة؟ الصوم شهر في السنة، والصوم أيضا فترة محددة في 24 ساعة فقط في النهار. الحج الواجب مرة في العمر، وهكذا الزكاة إذا زاد عند الإنسان المال ضمن نصاب معين، الخمس الفائض من ماله ضمن أحكام معينة. إذن العبادات التي فرضها الله تعالى على الإنسان
إنما هي ضمن مراعاة ظروف حياة الإنسان. هذه العبادات الواجبة تشكل الحد الأدنى والجرعة اللازمة التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته المعنوية والروحية، لكن الأفق مفتوح أمام الإنسان. الإسلام فتح الآفاق أمام الإنسان لكي يستزيد من البرامج العبادية المستحبة. الواجبة تمثل الجرعة الأقل والأدنى الضرورية اللي لا بد منها للإنسان، لكن من أراد أن يستزيد من العبادة فإن الدين يشجع على الاستزادة من العبادة، الاستزادة من الصلاة، الاستزادة من الصوم، الاستزادة من الحج. يشجع الإسلام على الاستزادة من العبادات لفوائدها الروحية والنفسية والأخلاقية، ولكن هناك شرطان، هذا مشروط بأمرين. الأمر الأول التشريع الديني للعبادات، فلا يصح للناس أن يخترعوا عبادات وشعائر من أنفسهم وينسبونها للدين. مو الناس يخترعوا العبادات توقيفية من الدين، العبادة التي يضعها الدين ويدعوك إليها ويحبذ الإتيان بها، هذه عبادة الإنسان يأخذ بها وله فيها الأجر والثواب وفوائدها عظيمة. هذا الشرط الأول، أن تكون العبادة مشرعة من الدين لا يخترعها الإنسان. الأمر الثاني الاعتدال في ممارسة العبادات المستحبة، فلا تكون على حساب مهمات الحياة ووظائفها. الإنسان يروح في المستحبات وفي العبادات على حساب تسيير شؤون حياته، هذا لا يقبله الدين ولا يرضاه الدين. لما أراد بعض الصحابة التفرغ للعبادة وترك طيبات الحياة، يسووا مثل الرهبانية اللي عند المسيحيين، نهاهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن أنس أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعضهم لا أتزوج النساء، إذا واحد تزوج ينشغل وعياله ما أتزوج، أتفرغ للعبادة. وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، أنام على الأرض، وقال بعضهم أصوم فلا أفطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الإقبال على العبادة على حساب شؤون الحياة ومباهج الحياة، هذا غير مقبول في الدين ولا يشجعه الدين. وورد عن أبي قلابة أن عثمان بن مضعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأتاه فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه، فقال يا عثمان إن الله لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاث، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة.